السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله هنتعلم ازاي نحمل مايكروسوفت اوفيس 2021 من موقع مايكروسوفت خطوة بخطوة. لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي، تابع معايا الفيديو للنهاية. قبل ما نبدأ الفيديو بإذن الله أرجو طبعا إن أنت تدعمني باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. الخطوة الأولانية اللي أنا هعملها إن أنا هفتح المتصفح بتاعي وأجي في خانة البحث اللي فوق ديت، أضع فيها الكلمة ديت إن شاء الله هتركها لك في قلب صندوق الوصف بتاع الفيديو، وأضغط على إنتر، وبعد كده أختار اللي هو التبويب الأول، الخيار الأولاني يعني اللي ظهر عندي. تمام كده هقفل الصفحة دي، أنا أصبحت مش محتاجها، هنتظر لحد ما الصفحة يتم تحميلها. بعد ما تم التحميل زي ما حضرتك شايف كده، هو بيقول لي الاوفيس اللي انت عايز تحمله ده 32 بت ولا 64 بت. زي ما حضرتك شايف هو اختار لي مباشرة 64 بت لان ده النظام الموجود على جهاز الكمبيوتر بتاعي. هننزل لتحت شوية وبعد كده نختار نوع الاوفيس. تمام كده طبعا انا هختار اللي هو اوفيس بروفيشنال بلس 2021 واضغط. تمام كده وانزل لتحت شوية. تمام كده هو تفضل نازل، هسيب كل الاعدادات زي ما هي، هضغط على اللي هو نيكست وبعد كده انزل. تمام كده اهوت هبدأ اختار اللي هي اللغة. تمام كده هاجي عند اللي هي الخيار بتاع اللغة، اضغط هتختار حضرتك اللغة المناسبة ليك. طبعا انا هختار اللي هي العربية، المملكة العربية السعودية يعني. تمام كده وانزل واختار نيكست. تمام كده اهوت وابدأ انزل لحد تحت واضغط على نيكست وابدا اسحب برضو وانزل. تمام كده هقفل الخيار ده. تمام وانزل برضو اخد نيكست وافضل نازل لحد تحت واخد برضو اللي هو نيكست. تمام كده وبعد كده اختار نيكست. تمام وابدا اسحب لتحت هاخد اللي هي الخيار فينيش. تمام كده هضغط بعد كده على الخيار ده. تمام كده هوت هتظهر معايا اختار اللي هو اوفيس اوبن اكس ام ال. تمام كده وانزل لتحت واخد اوكي. تمام اعمل اكسبت واضغط على الخيار ده، هو هيبدأ يحمل معايا الملف الصغير اللي انا هحمل بيه الاوفيس. هبدأ اضغط على احتفاظ بالملف، مفيش اي مشكلة مفيهوش اي ضرر. تمام كده وبعد كده ابدأ افتح المكان اللي نزل فيه الملف على جهاز الكمبيوتر ده، ملف الكونفيجريشن اللي هيساعدني في تحميل الاوفيس. تمام هروح واخده قص على سطح الايه المكتب بتاعي. ده الخطوة الاولانية. طيب نيجي للخطوة التانية، هفتح المتصفح بتاعي واجي في خانة البحث من فوق، امسح كل الكلام اللي موجود واضع فيه الكلمة ديت واضغط على انتر واختار اللي هي الصفحة الاولانية. تمام كده وانتظر لحد ما تفتح معايا وانزل اعمل داونلود واختار الاداة الصغيرة ديت، ابدا اقول له حسنا. طبعا انا كنت محملها قبل كده، هقفل الصفحه دلوقتي مش محتاجها. ابدا اعمل اغلاق وابدا افتح الفولدر اللي تم تحميل فيه الاداه الصغيره دي. ابدا اخد الاداه ديت اخدها قص. تمام كده واحطها على سطح المكتب. بعد كده هقف اعمل كليك يمين واعمل حاجه اسمه جديد واختار مجلد جديد واضع فيه ملف الكونفيجريشن وضع فيه الأداة ديت، وبعد كده أغير اسم الملف لأوفيس 2021، أعمل لصق. تمام كده أبدأ أضغط أفتح الملف وأبدأ أضغط على الأداة وأعمل له تشغيل كمسؤول، أقول له نعم، وبعد كده أعلم علامة صح هنا وأقول كونكشن. تمام هيبدأ يقول لي حدد لي المكان اللي انت عايز تفك فيه ضغط الأداة دي. طبعا اختار له اللي هو اوفيس 2021 واقول له موافق واقول له موافق. زي ما حضرتك شايف كده ظهر مجموعة من الملفات اللي عندي. بعد كده هفتح الفولدر ده. تمام كده وابدأ احذف منه بعض من الملفات اللي هي اللي انا هعلم عليه دي. تمام كده هحذف الثلاث ملفات دول. تمام وابدأ اعمل لهم عملية حذف، مش هخلي بس اللي هو ملف الكونفيجريشن واللي هو بتاع اوفيس 2021 واللي هي الاداة. تمام بعد كده اخد الفولدر قص وابدأ احطه
في قلب بارتيشن اس تي، اعمل له لصق تمام كده اهو، وبعد كده اروح رايح على طول على اللي هو السي ام دي، هفتح السي ام دي من خانة البحث تمام كده، واختار تشغيل كمسؤول، دي مهمة جدا، اقول له نعم، هتفتح معايا السي ام دي تمام كده، في مجموعة من الاكواد ادخلها في السي ام دي، هاخد الكود الاولاني نسخ، نزل لتحت، اقف هنا تمام، واضغط على edit، واضغط على بيست، واضغط على انتر تمام كده، وكده اخد الكود التاني، هاخد الكود، هاخده برضو نسخ، نزل ديت، اقف هنا، اضغط على edit، اضغط على بيست، واضغط على انتر، هنتظر لحظات بسيطة، هيبدأ معايا عملية تحميل اللي هو الاوفيس. كل اللي انت هتعمله في الوقت ده ان انت تنتظر لحديت ما يبدأ عملية التحميل، زي ما حضرتك شايف معايا كده هيبدأ يجهز الملفات لتحميل اوفيس 2021، زي ما حضرتك شايف كده بيقول لي الرجاء البقاء على الاتصال بالانترنت بينما يتم تنزيل الاوفيس، هو بيقول لي لحظات بسيطة ويتم التثبيت. كل اللي انت هتعمله هتنتظر لحين انتهاء تثبيت اللي هو الاوفيس الخاص بيك. انا طبعا هوقف الفيديو لحين الانتهاء من هذه الخطوة عشان ما اطولهاش عليك، وارجع لك بعد انتهاء التثبيت. زي ما حضرتك شايف كده الموضوع شارف على الانتهاء لحظات بسيطة، ويتم تثبيت الاوفيس 2021 على جهاز الكمبيوتر بتاعي. تابع معايا الفيديو للنهاية. لو حضرتك ضغطنا على اللي هي قائمة ستارت، لاحظ ان بدأ فعلا عملية تثبيت اللي هي تطبيقات الاوفيس، يعني زي ما حضرتك شايف كده الوورد، وهنا الباوربوينت والاكسل بدأ ينزل على الجهاز بتاعي، باقي تطبيقات الاوفيس اصبحت موجودة. كل اللي هنعمله بس هننتظر لحظات بسيطة، زي ما حضرتك شايف كده هو بيقول لي تم الانتهاء من تثبيت الاوفيس، هضغط على اغلاق تمام كده، هقدر دلوقتي اعمل اغلاق للنافذة دي، انا اصبحت مش محتاجة، هعمل اغلاق للنافذة، هعمل اغلاق للي هي السي ام دي تمام كده، هتأكد بقى ان الاوفيس تم تثبيته على الجهاز بتاعي ولا لا، هضغط على قائمة ستارت، هبدأ اضغط على اللي هو الوورد، نفتح مع بعض الوورد ونشوفه هيشتغل معانا ولا لا. زي ما حضرتك شايف كده فتح معايا اللي هو الاوفيس تمام كده اهوت، هضغط على اللي هو الملف تمام كده، وابدا اشوف الحساب بتاعي. زي ما حضرتك شايف كده الحساب بتاعي حساب مفعل مايكروسوفت اوفيس بروفيشنال بلس 2021، وكمان منتج منشط تمام كده، هضغط على اللي هو اغلاق، هبدا اشغل مثلا الباوربوينت عشان اتاكد، هلاقي ان الباوربوينت برضو هتشتغل معايا ما فيهاش اي مشكلة، زي ما حضرتك شايف كده. لو ضغطت على اللي هو الاكسل تمام وانتظر، هيفتح معايا الاكسل تمام كده، وتفتح ملف اكسل جديد زي ما حضرتك شايف. طبعا بكده نكون انتهينا من الفيديو بتاعنا، قدرنا ان احنا نثبت نسخة اوفيس 2021 من موقع مايكروسوفت. لو حضرتك طبعا الفيديو عجبك واستفدت منه، ما تنسانيش طبعا من اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.